بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاليوم ذكرى تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان، وهو موضوع هذه الندوة تحويل القبلة دروس وعبر. وهذه الندوة تعقد تحت رعاية كاملة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبالتعاون مع صحيفة عقيدتي، وتنشر هذه الندوة يوم الثلاثاء في صحيفة عقيدتي، وتزاع صوت وصورة على موقع وزارة الأوقاف، وهي تبث أونلاين مؤقتا لحين عودتها إلى المساجد كما كانت من قبل حين يرفع الله عنا الوباء والبلاء، ونسأله سبحانه أن يعجل بهذا الرفع. ويشرفنا في هذه الندوة الطيبة المباركة فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذة يمنى أبو النصر الواعظة بوزارة الأوقاف. وفي الحقيقة يعني أستوقف يعني قليلا عند الداعيات في الوزارة الواعظات. في الحقيقة في الآونة الأخيرة بذلنا جهدا متميزا وطيبا، ولهن حضور طيب في معظم الندوات، وفي تحركنا حتى خارج حدود مصر، وذهبنا في قافلة دعوية إلى السودان. فنحيي جهدهن ونبارك لهن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد من علمهن وأن يبارك في خطواتهن. والآن مع الأستاذ الدكتور رمضان حسان يحدثنا في موضوع الندوة، فليتفضل مشكور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين، وبعد. فإننا في شهر كريم، شهر كرمه الله عز وجل وكرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على تكريم الله عز وجل لهذا الشهر أن هذا الشهر هو الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه الآية التي تأمرنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنزل الله عز وجل فيه قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذلك كرم الله عز وجل هذا الشهر بأن فيه ليلة مباركة، من حرم أجرها فقد يحرم فضلا كبيرا، ألا وهي ليلة النصف من شعبان، الذي ذكر كثير من العلماء في فضلها كثيرا من الأمور التي لا تعد ولا تحصى، والتي يشرف الله عز وجل فيها عباده المخلصين الأتقياء بأنه يتكرم عليهم بالعفو والمغفرة، كما ورد في الحديث: يطلع ربنا جل وعلا على جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. كما فضل الله عز وجل هذا الشهر بأن قبلة المسلمين حولت فيه من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وكما فضل الله عز وجل هذا الشهر بأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. أما مظاهر تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان، فقد كان يخصه بمزيد من الطاعة والعبادة، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام، حتى لفت أنظار بعضا من صحابته، فسأل سيدنا أسامة رضي الله عنه: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم معلنا الكثرة صيامه في هذا الشهر: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم.
اختص الله عز وجل هذا الشهر بليلة النصف التي حولت فيه قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. هنا نتساءل، لماذا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتجه أولا إلى بيت المقدس؟ قال العلماء: لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يستخلص قلوب المؤمنين لطاعته سبحانه وتعالى، فقد كان العرب يحبون البيت الحرام ويتعلقون به من باب العصبية والقومية والقبلية، فأراد الله عز وجل أن ينزع قلوبهم من هذا البيت إلى المسجد الأقصى حتى يكون الحب والولاء والانتماء خالصا لله عز وجل وبأمر الله سبحانه وتعالى. لذا كانت هذه هي الحكمة من أمر ربنا جل وعلا للمسلمين بأن يتجهوا أولا إلى بيت المقدس. وهناك كثير من العظات والعبر والدروس المستفادة من حادثة تحويل القبلة، أولها بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله عز وجل. ننظر إلى قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لم يقل ربنا جل وعلا فلنولينك قبلة نرضاها، وإنما قال ترضاها، دليل على أن ربنا جل وعلا حول القبلة إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرى أن ربك يسارع في هواك، أي يسارع في إرضائك. كذلك من الدروس المستفادة من تحويل القبلة صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك أن ربنا جل وعلا أخبر عما يقوله السفهاء وما يتحدثون فيه من أمر تحويل القبلة قبل أن يتم هذا الأمر، وهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فيما قال، وأنه يخبر بأمر غيبي لم يقع ووقع. قال ربنا جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وقد قال السفهاء وتحدثوا في هذا الأمر، وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسبقا قبل أن يحدث، فدل ذلك على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته وفيما أتى به صلى الله عليه وسلم. كذلك من الدروس المستفادة من تحويل القبلة حب المسلم لأخيه المسلم. نلحظ هذا الدرس جليا واضحا من سؤال الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره ربه جل وعلا أن يتحول عن بيت المقدس إلى الكعبة. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم صلاة من صلى متجها إلى بيت المقدس وقد حولت القبلة، فطمأنهم الله عز وجل وقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم. في هذا الدرس يتجلى لنا أن المسلم لابد أن يكون محبا لإخوانه، يحب الخير لهم. كذلك من الدروس المستفادة من تحويل القبلة حب النبي صلى الله عليه وسلم لوطنه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب وطنه حبا جما، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما دعا ربه وطالما تضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون القبلة التي يتجه إليها في صلاته تجاه الكعبة المشرفة، حيث إن هذا المكان هو موطن النبي صلى الله عليه وسلم، ولد فيه وتربى على ثراه، فهذا يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لوطنه. وحب الأوطان فطري في النفوس، وهو من أسس الدين، ومما يدل على ذلك أن ربنا جل وعلا قرن ذكر الوطن وحبه بذكر النفس وذكر الأهل،
عندما قال ربنا جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وقال ربنا جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. كذلك من أهم الدروس المستفادة من تحويل القبلة وسطية الأمة الإسلامية. تلك الوسطية الشاملة في الشريعة، في العبادة، في الأخلاق، في السلوكيات، فهي وسطية جعلت الأمة الإسلامية تشهد على غيرها من الأمم يوم القيامة، بل وتشهد على نفسها. يقول ربنا جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام لأنكم خير الأمم وأفضل الأمم، ولكي تشهدوا على الأمم السابقة. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة. هذه الوسطية أعطت للأمة الإسلامية، أعطت لها نوعين من الشهادة: شهادة الأمة الإسلامية على أنفسها أن يشهد البعض للبعض، وشهادتها على غيرها من الأمم يوم القيامة. فمن شهادة الأمة الإسلامية بعضهم البعض ما رواه سيدنا أنس رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فسأله سيدنا عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، الجنازة الأولى أثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، الجنازة الثانية أثني عليها شرا فقلت أيضا وجبت وجبت وجبت. فقال صلى الله عليه وسلم: الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. كذلك من الدروس المستفادة من حادثة تحويل القبلة أن تحويل القبلة أو المكان رمز لكي يتمايز المسلم في عقيدته، في عبادته، في معاملاته، في شعيرته. لابد أن يكون هذا التحول عام في كل حياة المسلم وفي كل سلوكياته. نتحول عن الكسل والبطالة والإهمال إلى الجد والاجتهاد والعمل والأخذ بكل وسائل التطور والتقدم والرقي والمدنية. نتحول أيضا من بغض الناس إلى حب الناس. نتحول من كل الأمور الذميمة إلى الأمور المحبوبة المحببة التي أمر بها ديننا الحنيف. كذلك من أهم الدروس المستفادة من تحويل القبلة الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. فالله عز وجل ربط بين المسجدين في حادثتين: حادثة الإسراء والمعراج، وفي تحويل القبلة. وفي هذا دليل على أن مكانة بيت المقدس لا تقل عن مكانة البيت الحرام، فمن قصر في واحد منهما فقد قصر في حق الآخر، ومن صان أحدهما فقد صان الآخر. لذا قال عمر رضي الله عنه: وما القدس عند الله إلا كمكة. كذلك من الدروس المستفادة من تحويل القبلة وحدة الأمة الإسلامية. فالأمة الإسلامية قبلتها واحدة، قرآن كتابها واحد والقرآن الكريم، رسولها واحد، ربها واحد، كلنا نتجه إلى قبلة واحدة في الصلاة وفي الحج. فواجب على من يتجهون إلى قبلة واحدة أن يتوحدوا وأن يتحدوا. فمن أهم الدروس المستفادة من تحويل القبلة وحدة الأمة الإسلامية. هذه بعض من الدروس المستفادة من تحويل القبلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الأمة الإسلامية بأن يرفع الهم والغم والكرب
إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا معالي الدكتور، وشكرا جزيلا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وكأن السفهاء هؤلاء هم اليهود الذين قالوا إذا كانت القبلة الأولى هي الحق فلما يتحول عن الحق، وإذا كانت القبلة الثانية هي الحق فلما تركها. فهؤلاء هم السفهاء. العبرة بالتزام الأمر الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى يمحص القلوب ويرى التزام الناس بالأمر والتزام المسلمين بالأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت نفسه تتوق إلى أن يتوجه إلى الكعبة، ولكنه التزم بأمر الله عز وجل وتوجه إلى بيت المقدس. وأتاه جبريل فقال له يا جبريل إني أتوق أو أهوى أن يعني أتحول القبلة إلى الكعبة. فجبريل مالوش، إنما أنا مخلوق مثلك، فسأل ربك. فاستحى أن يعني يسأل ربه، وإنما كان يقلب وجهه في السماء انتظارا لجبريل أن يأتيه بالخبر. فإذ بالله سبحانه وتعالى يبشره في ليلة النصف من شعبان بأن يتحول بالقبلة من البيت المقدس إلى البيت الحرام. سعادتك أشرت إلى درس مهم جدا. نعم. الابتلاء والاختبار. نعم. والتسليم المطلق لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. ففي حادث إسراء المعراج في حادث احنا طبعا يعني أيوة كأننا نضيق على الأستاذة يمنى. إنما إن شاء الله ربنا سيفتح عليها مع الأستاذ يمنى أبو النصر في موضوع الندوة. تتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى في عليين. اللهم ارزقنا سنة وارزقنا شفاعته وارزقنا رؤيته في الدنيا والآخرة. كل عام وحضراتكم بخير. أيام ربنا سبحانه وتعالى يعني أظلنا فيها وأحيانا في هذه الأيام المباركة لكي نستعد عن الحضور والانضباط والاستعداد والمعسكر التدريب القوي لشهر رمضان المبارك. فما رجب وما شعبان إلا دورة تدريبية مغلقة علشان نستطيع ان احنا نصل فيها الى تمام العبادة لله سبحانه وتعالى، والدخول بقلب مطمئن باستعداد تام إلى رمضان. طيب شهر شعبان وما فيه من أفضال كثيرة، تفضل علينا دكتور رمضان وذكر كل ما جاء في فضل شهر شعبان، واللي منهم طبعا ليلة النصف من شعبان اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدنا فيها بحاجة عظيمة جدا هي المغفرة، مغفرة الذنوب. والله سبحانه وتعالى في الحديث استوقفني الحقيقة إلا لمشرك أو مشاحن. فكرة الشرك احنا بتغيب عننا في أحيان كثيرة، هو بس مش الشرك ان احنا يعني لا نوحد الله سبحانه وتعالى، ولكن من عمل عملا أراد به غير وجه الله فقد أشرك، ده نوع من الشرك اللي احنا بنغفل عنه. طيب المشاحن، المشاحن ده ايه؟ ممكن اقول خلاص انا هأسالم من الناس ومش هقول لحد انت صح ولا غلط ولا هأمر بمعروف ولا هنهى عن منكر، ولكن مش هذا المطلوب في المشاحن. المشاحن هنا اكثر او اقرب ما يكون للمجادل، للي هو عارف ان اين الحق ولكنه يصر على ان يتبع غير هذا الحق. هذه الليلة ربنا سبحانه وتعالى توعدنا فيها بالثواب وبالنعم العظيمة جدا جدا. لله المثل الأعلى. هضرب لحضرتكم مثال كده بسيط. لو أنا النهاردة جيت شربت كوباية الشاي أو فنجان القهوة وتبقى في الكأس أو في الفنجان بقية المشروب، هل ينفع أن أنا أجيب وأحط عليه مية وأشربها مرة أخرى وأقول أنا كده بشرب مية؟ لازم أفرغ هذا الكأس وأغسله حتى أستطيع أني أنا يعني أستطعم أو أتذوق المشروب الآخر اللي أنا هشربه. وكذلك يأتي شعبان،
حتى نغسل فيه قلوبنا، حتى نستطيع أن نقبل على رمضان وقد أزلنا جميع المعاصي والذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بكثرة الصيام في شعبان، كان هذا دأب النبي عليه الصلاة والسلام. ونجد أن أمنا سيدة عائشة تقول أنها كانت تقضي ما فاتها من رمضان في شعبان. سيدة عائشة تصوم طول العام، ولكن كانت تأخذ نية القضاء في شهر شعبان، حتى التعود في حد ذاته على فريضة الصيام نفسها وتأهيل النفس على تلك المشقة اللي بيجدها الصائم في الأيام الأولى لصيامه، حتى يستطيع ان هو يعني يقبل على رمضان وهو قلبه مطمئن. نرجع ونقول تاني شهر شعبان والفضائل اللي هي موجودة فيه والعبر والدروس. هيا استوقفني شعور النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى، يعني أنا بقول الجملة دي ليه؟ عشان أي حد هيدعي أن هذا الدين لم يراعي المشاعر وما يدور في خلاجات النفس، نقول له لا، تعال أقف معنا في السيرة كده، شوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث نفسه، قلبه يهفو ويرنو إلى أن يتوجه في اتجاه القبلة. والله يا مكة لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. النبي وقف آخر حديث لمكة وهو ينظر إليها من بعيد، إن هو أخرج من وطنه، أخرج من مكانه. ثم جاءت الصلاة، صلته بين الله سبحانه وتعالى. فالنبي 18 شهر في المدينة يصلي وهو متوجه إلى المسجد الأقصى، وقلبه يرنو ويهفو إلى النظر إلى موطنه. فربنا سبحانه وتعالى يبشره بأنه هو فلنرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك، هنوجهك الوجهة اللي انت اخترتها يا محمد. غلاوة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربنا سبحانه وتعالى. وخلاص الهدف من التشريع تم، سمعنا الكلام، سمعنا وأطعنا. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نتوجه إلى المسجد الأقصى، خلاص سمعا وطاعة. رغم إن القلب في مكة، رغم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، كل الكلام ده، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يأمر النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام ينفذ هذا الأمر. الدرس الثاني اللي هو درس تربوي قوي جدا، اولا تحولت القبلة في صلاة رباعية، على يعني على اصح الاقوال اللي العلماء قالوها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها، فصلى الركعتين الاولانيين وهو متوجه الى المسجد الاقصى، ثم جاءته البشرى وهو في الصلاة، وراح مكمل الصلاة. تحول النبي عليه الصلاة والسلام ذو القبلتين من المساجد مزارات المدينة الرائعة اللي ما من حد بيحج او يعتمر ويذهب الى المزارات الا وهو يتوق الى انه يزور هذه الاماكن المقدسة اللي النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها. فكان النبي يصلي في هذا المسجد فتوجه إلى القبلة. الناس مرت لقيت النبي بيصلي في اتجاه آخر، فقالوا، إلى أن وصل الخبر للمصلين في المسجد النبوي وكانوا قد انتهوا من أداء الصلاة. وهنا يأتي الإشارة للدكتور رمضان قالها، كيف أن الإنسان اهتم بخبر وبحال أخيه. يا رسول الله صلينا معك الركعتين في اتجاه المسجد الأقصى، ثم ركعتين التانيين في اتجاه المسجد مكة المكرمة بيت الله الحرام، طب إخواننا اللي أتموا الصلاة وهو لم يعلموا، فيرد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وتأتي الآية القرآنية، فأينما تولوا فثم وجه الله، ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يأتي شهر شعبان وتأتي البركات وتتجلى عظمة تربية النبي عليه الصلاة والسلام وحسن الطاعة. المسؤولية اللي تلقاها النبي عليه الصلاة والسلام بتحويل القبلة والرد على المشككين، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه السؤال ويتوقف إلى أن يأتيه الوحي ليجيب. المرة دي حصلت حاجة مختلفة، نزلت الآية سيقول السفهاء من الناس، ما كانش لسه القبلة حصلت، استعد يا محمد أن هناك سؤال سوف تسأله ويجب أن تكون مقيد بالإجابة. والنبي مش عارف لسه أن القبلة هتتغير، ومع ذلك هو سمعا وطاعا لله سبحانه وتعالى. أيام شهر شعبان كلها أيام بركة. ربنا سبحانه وتعالى حتى مع الاختلاف، ان بعض الناس يقولوا ما ثبتتش ان تحولت القبلة، ما ثبتتش. طيب شهر شعبان ده هو يعني بيسموه الحساب الختامي للسنة، كأن احنا بنعمل الحساب بتاعنا في نهاية السنة بتاعتنا قبل دخول رمضان. الصحابة
كانوا يدعوا ربنا سبحانه وتعالى بعد رمضان ان ربنا يكون تقبل منهم رمضان، ثم للشهور اللي بعدها قيل 6 أشهر اخرى اللهم بلغنا رمضان، فكأن اصبح محرك الكون كله والبوصلة الزمنية للمسلمين هي شهر رمضان. فالصحابة كانوا بيستعدوا لهذا الشهر ايام استعداد النبي عليه الصلاة والسلام، خص شهر شعبان بكل حاجة، اللي عليه دين، اللي عليه زكاة، اللي عايز يطلع اي حاجة يتخفف من كل الحقوق سواء كانت للعباد سواء كانت لله سبحانه وتعالى، حتى يدخل شهر رمضان وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه، ويستعد لتلقي تلك الأنوار والرحمات والمغفرات إلى ربنا سبحانه وتعالى ينزلها لنا في شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن، وأن يخفف عنا ما فيه من بلاء، وأن يرزقنا وإياكم ليلة القدر، ويجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا أستاذة يمنى أبو النصر الواعظة بوزارة الأوقاف، يعني أمتعتينا يا دكتورة، ربنا يبارك فيك. في ختام هذه الندوة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص التحية والتقدير والشكر إلى معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي يولي هذه الندوات اهتماما بالغا ويرعاها رعاية كاملة. وأيضا الشكر موصول إلى الأستاذ دكتور رمضان حسان الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، وإلى الأستاذة يمنى أبو النصر الواعظة بوزارة الأوقاف، وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.